انتقل لملف حضرتك بتحبه جدا ومتخصص فيه بشكل كبير، التعليم. نعم. يعني في ملف التعليم كان في لقاء للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوفد من شركة ألمانية رائدة في تصنيع ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمي، وده لبحث أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وكافة مجالات التنمية المختلفة. احنا عندنا خليني أقول في، ويمكن جائحة كورونا جت بشكل إيجابي طفرة في التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم، و بقالنا كتير قوي بنتكلم عن التعليم الفني، والدولة حطت دماغها بقى دلوقتي في التعليم الفني. نعم. يعني إزاي نقدر نستفيد بقى من الخبرات الدولية في هذا المجال، وألاقي فعلا التعليم الفني عندنا في مصر بقى حصل له طفرة زي التعليم العادي؟ عشان أبين لحضرتك أهمية التعليم الفني بشكل أكثر وضوحا، هل تعلمي أن 60% من خريج الشهادة الإعدادية على الأقل بيتجهوا إلى التعليم الفني؟ ده دلوقتي؟ أيوه، 60%. كان قبل كده 65% بيتجهوا للتعليم الفني، والباقي يتجه إلى الثانوي العام. إذن كم الطلبة الملتحقين بالتعليم كان كامل الأول يا فندم؟ ما خدتش كان 65% بيروحوا للتعليم التعليم الفني، 65% من مخرجات الشهادة الإعدادية بيروحوا الفني، التعليم الفني، دبلوم صنايع ودبلوم زراعة. دلوقتي بقى كم؟ دلوقتي 60. قلت يعني بيتجه دلوقتي أكثر إلى الطلبة إلى التعليم الجامعي من خلال الثانوية العامة، نظرا لزيادة عدد الجامعات اللي عندنا حاليا دلوقتي. إذن هو بلك كبير جدا من الطلبة فيه، أهميته لا تقدر، لأنه هو أي دولة عايزة تبني نفسها لابد تقوم على خريج التعليم الفني، وهذا ما حدث في ألمانيا بعد تدميرها في الحرب العالمية الثانية. يعني بنائها أساسا كان على خريج التعليم الفني، واهتمت به هذه الدولة بشكل كبير جدا، لدرجة أصبحت هي الدولة الأولى في العالم في مجال التعليم الفني. احنا كنا بدأنا ناخد هذا الاتجاه، وهو تطوير التعليم الفني بما يسمى بالتعليم الفني المزدوج، وخدنا الفكرة دي من ألمانيا، وعملنا اتفاقية مبارك كل أيامها مع ألمانيا، لكن ما كملتش بشكل جيد، وهي إن المدرسة الطالب بيدرس فيها وتكون ورش موجودة في المدرسة كافية يتدرب فيها الطالب، ونص المدة من الدراسة في المصنع أو الشركة التي يتفق تخصصها مع تخصص الطالب. لكن نظرا لقلة إعداد المدارس والورش بتاعتها بالنموذج أو موديلات بما هو موازي للموجود في المجتمع، تحول جزء كبير من التعليم الفني إلى تعليم نظري. يبدأ يتخرج الطالب من دبلوم الصنايع وهو مش عارف يشتغل إيه في المجتمع، وإذا اشتغل في مكان هو لسه بيتدرب فيه، بيتعلم فيه الأول مرة. بدأت دلوقتي الدولة في اتجاه أو من خلال ما يسمى بالمشروع القومي لتطوير التعليم، التركيز بشكل كبير جدا على التعليم الفني، وتطبيق هذه الفكرة هي فكرة التعليم الفني المزدوج. ويمكن أنا طالبت أكثر من مرة والدولة ماشية في هذا المجال، إن ما نبقاش موحدين المناهج كلها والمقررات الأساسية على مستوى الدولة بالنسبة للتعليم الفني، لكن كل محافظة من المحافظات يجب أن يكون تخصصات المدارس الصناعية على سبيل المثال متفقة وطبيعة المنتجات في هذه المحافظة. ودي لحضرتك مثال، وليكن مثلا محافظة دمياط، أنا ما يكون الورش اللي موجودة في المدارس والتخصصات اللي فيها موجودة الأساس، أو صناعة الجبن أو صناعة الأسماك أو المواني، هنا مرتبطة بطبيعة النشاط اللي موجود في المحافظة، بل بالعكس كمان الورش بتاعت الأساس بمختلف تخصصاتها اللي موجودة في المجتمع هتبقى هي مكان التدريب الفعلي للطلاب. إما أجي يكون مثلا مدرسة صناعية في الوادي الجديد على سبيل المثال، عندي هناك زيتون وعندي هناك تمر وعندي جريد نخل عشان صناعة خشب القنطر وخلافه، أعمل التخصصات بتاعتي في هذه المدارس متفقة ومع النشاط الاقتصادي في المحافظة، وهكذا. أعتقد هذا هو الاتجاه اللي بيمشي حاليا دلوقتي. احنا بقى بنشوف كمان كثير من دول العالم كيف نجحت في هذا المجال،
المجال في تخصصاته. وده يمكن خلال اللقاء العام مع دكتور خالد وعفار ان انا اشوف الماكينات النموذج في الماكينات اللي هي تقدر تتحكم في مجموعه عمل داخل المصنع بالكامل وندرب الطلبه عليها عشان لما يخرج هيلاقي كده في سوق العمل ويبقى جاهز على العمل عليه.